لأول مرة منذ نهاية التسعينات، حزب العمال البريطاني يتقدم على المحافظين في استطلاعات الرأي، تقدم غير مسبوق سجله الحزب في استطلاع لنوايا التصويت، يمنحه فارقاً ب33 نقطة على حزب المحافظين الذي تراجعت شعبيته وسط الأزمة الناتجة عن التدابير الضريبية لحكومة ليستراس، نتيجة صادمة سببها بحسب الكثيرين السياسة الاقتصادية التي بدأت تراس باتباعها لمواجهة فواتير الطاقة المرتفعة ولتحقيق النمو الاقتصادي، وأساسها خطة التخفيضات الضريبية، خطة أثارت الكثير من الجدل خاصة مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار وارتفاع معدلات الفائدة، أمران سيؤديان بكل تأكيد إلى اشتداد حدة أزمة نفقات المعيشة بالنسبة للأسر البريطانية. كل ذلك قد يدفع لتغيير المزاج العام في بريطانيا والميل مرة أخرى لحزب العمال، والدليل استطلاعات الرأي الأخيرة. هذا ويرى الكثير من البريطانيين أن زعيم حزب العمال كير ستارمر يتبنى توجهاً أكثر اعتدالاً من سلفه جيريمي كوربن، فهل يكسر الحزب عقدة العودة إلى داونينغ ستريت لقيادة الحكومة مجدداً؟